السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من دوار كريع ضواحي سيدي حجاج جماعة منيع. معنا السي الهاشمي، يعني مواطن فاعل جمعوي، غادي يعاودنا شنو واقع على هاد الأراضي ديال الأراضي السلالية. تفضل السي. عليكم اليوم كنتواجهوا بواحد الشكاية في هذا المنبر على هذا السيد اللي هو نايب على بلاد الجمع في الكريع جموحة، قيادة ولاد فارس وجامعة سيد حجاج. واليوم هاد الناس هادو هو رئيس الجامعة ديال منيع اللي هي دائرة بن حمد الجنوبية، تكرفسوا علينا بزاف في هاد بلاد الجموع، والنايب دار اللي بغى في الأول، دار اللي بغى وقيد اللي بغى وخلى اللي بغى، وحنا الحمد لله حنا مقيدين. وملي مات دابا جدنا والوليد كانت البلاد كعام كتكرى وعام كتحرت، وحنا ما بقاو عطانا لا حرت لا كرا. علما في هاشمي، يعني هاد الاراضي راه فيها اطفال، فيها يعني هاد الاراضي هادي راه فيها تقريبا شي 40 خيمه. 40 خيمه فيها الناس، فيها العيالات مطلقات، فيها الارملات، فيها الناس اللي معجزين ما كينوضوش. علاش هما دابا داك؟ واش حنا عندنا وزينات في هاد البلاد؟ ما عندنا حتى حاجه. عندنا البلاد ديال الارض جموع، عام كيحرتوا يديو ديك القميحه باش يخزنوا. الجماعه ونائب ديال الاراضي، رئيس الجماعه ديال منيع اللي هو دابا داك غتل الفرصه. واليوم حنا كنطالبوا بالتدخل ديال وزير الداخليه يخرج يشوف لنا هذا المنكر، يصيفط لنا الجلاق والسي الحموشي. وكنشكروا من هذا المنبر سعاده العامل ديال السطات اللي هو ديما حنا دابا داك قلنا بسعاده حطينا ليه شكايه. قدمت شي شكايه في الموضوع السيد عامل السطات بحكم انه يعني كوزاره وصيه على تقدمنا بشكايه، عندنا الشكايه راه تقدمنا بها ودرنا الشكايه، ودرنا الشكايه ثاني ديال المقابله، ودخلت عندهم اليوم وقال لي يا سيدي غادي نديرو، غادي نعيطوا لك، حنا غادي نحيلوا هذا الملف وهذه اللجنه وغادي نعيطوا لك. تقريبا شحال ديال الاراضي اللي هي يعني راه عرفتي شنو هي 30 خيمه؟ يعني كل دار جات شي اربعه الخدامه، اربعه الخدامه للدار، يعني تقريبا حنا دابا درك حنا عندنا هاد بلاد الجموع، دابا حنا متيقين في هاد النايب وتيقين في هذا الرئيس. واش عباد الله علاش كنديروك رئيس الجماعه؟ راك ديال الجماعه، خاصك تصلح وخاصك تعطي الناس. وانت اليوم انت جيتي انت دابا درك كديرنا حنا في البلاد ديال الجماعه. هذاك العام اللي نجح النايب شدها كراها وشرا لي عجله وعطا لي كهديه في النجاح، وهذا العام شد حرتها، يعني العام الجاي غادي تديها لينا، يعني غادي تديها لينا. يعني كاينين الناس الارمالات، كاينين العيالات الارمالات، كاينين العيالات المطلقات، كاين الناس المعجزين، كاين الناس اللي ما كينوضوش من الفراش، المعاقين كيشدوا ديك البركه باش يبغوا يدقزوا السوق ولا باش يدقزوا هذي. وانا نيت انا اللي كتشوف فيا انا عبد المذنب، انا كلشي كيعرفني تما في الكريه جمعه، يعني حنا كنتسالوا في البلاد ومقيدين فيها، وقيدنا السي سعاده القايد ديال ولاد فارس، حنا مقيدين كلشي. وكاين بعد هاد النايب بعد الناس اللي ما مقيدهمش وزاد ثاني كحله وجملها ناد كرا البلاد ودا ليه هديه للبقراق، وعاود زاد كملها ثاني عطاها لي هذا العام قال كراها، وهو ما كراها ما والو، شدها ثاني اغتصبها وشد حرتها. وحنا فين غنعطيو روسنا عباد الله؟ حنا فين غنعطيو روسنا عباد الله؟ هاد الناس هادو راه عيقوا بزاف في هاد البلاد ديال سيدي حجاج دائرة بن حمد الجنوبية، كل كيلغي بغاه وكل يشطب كي بغى وكل يدير اللي بغى، راه شوم وعيب وعار واك عباد الله. وحنا سيدنا ملي كنخطب في الدستور 2011 راه كيقول لك اودي هذا المسؤول راك حلفتي مهما درت خاصك تعطي الناس ديالها، انت علاش كدير هذا الحق وتغمض عينيك ودير الشطابه؟ انت علاش كدير الشطابه؟ علاش كتغمض عينيك؟ انت اليوم ملي ما قادينش على المسؤوليه سيروا بحالكم، سيروا عطونا اتساع، سيروا خليوا الناس تعيش، سيروا خليوا الناس البلاد هانيه، عاش الملك وعاش الوطن وعاش الشعب. واليوم رحنا هاد الناس هادو علاش كيشد الكرسي كيحتقرونا؟ علاش كتحتقرنا؟ كيقولوا لي عنده علاقه بانتخابات ولا لا؟ لا عندنا علاقات لا بانتخابات لا والو، هو بعدا بالعكس هذا رئيس الجامعه في هذيك المنطقه عندنا تما عنده، هو كيترشح بوحده ما كيترشح مع حتى واحد، ما عندنا لا علاقه ديال انتخابات لا والو. وزيدون هذا رئيس ديال الجامعه واكل لينا بلادات اخرين ديالنا حنا، ديالنا حنا دابا رحنا عند قاضي التحقيق، رحنا عند قاضي التحقيق على مطروح، عند قاضي التحقيق اسيدي نهار الاربعاء ان شاء الله غنخرجوا اسيدي استدعاءات. وحنا راه ما فاكينش، حنا بغينا ديالنا عباد الله، حنا راه ما باغيين حتى حاجه ديال شي واحد، حنا باغيين ديالنا، راه مطروح عند قاضي التحقيق حنا في السطات. الاراضي بالقوه ديال وبالقوه الحاجه اللي جاي وخرج فيك عينيه ويقول لك ما هياش ديالك ويكذب عليك ويزفط عليك ويقول لك انا ما قصتكش ما لحقتش لك. هو دابا ملف ديال 11 قطار، 11 قطار ديالنا ديال الورثه ديالنا شدوا وداروا اغتالسوا ودار لي يا سيدي 12 شهاد وسماه
ارض البركه وهي ارض الهديلات، راه ما كاينش اللي ما يعرفهاش. وعاد بلادات اخرين ثاني شادهم تما كانوا دار في كرشو، انا ما قريب لي الانتخابات الاول، ما عندي بيت علاقه، كل عام كيترشح بوحدو تب، ما كاينش اللي كيقيسو، ما عندنا العلاقه ديال الانتخابات على والو. حنا اليوم باغيين حقنا، كنناشد يناشدنا السي وزير الداخليه من هذا المنبر كنشكروه، والسي عامل صاحب جلاله الملك تا هو الله ينصرو ينصر سيدنا. اليوم كنطالبوا منهم يخرجوا لي اللجان والسي الحموشي يجيو اليوم ويشوفوا هذا الاغتصاب، وانا راه عندي كل شيء بالدليل، انا راه ما عنديش حاجه فيها الكذوب. البلاد دابا ديال 11 قطاره هي عاد قاضي التحقيق في ستينا بسطات، الله يجازيهم بخير. احنا كنثقوا في الدوله ديالنا، وكنثقوا في الناس كاملين، لا من دارك لا من السلطات المحليه لا من عامل صاحب جلاله الملك لا من الحكومه، كلشي كنثقوا فيه. احنا اليوم باغي حقنا. وقع مع رئيس الجماعه والنائب ديال الاراضي السلاليه اللي حاولوا يعني خذوا لكم هذه الاراضي. خذوا لنا الاراضي بدون معقول، ما كاين حتى حاجه. واش انا دابا انا كنتسال في البلاد ديال بلاد الجومه، كنتسال فيها، انا كنتسال فيها 30 خيمه ولا 40، وكل عام كيجيو كيديروا لنا حيله ويغتصبوا لنا الارض، وكيقول لك سير تسكت، سير دير هذه، سير دير، قال لك انت اسكت، قول لي موت. واليوم حنا راه بعد الحديث باقيه، راه باقي ما يتقال وباقي ما يدير. دابا السي الهاشمي باش كطالبوا نتوما يعني كساكنه وديال هاد فيما يخص هاد الملف ديال هاد الاراضي السلاليه، يعني باش كطالبوا؟ حنا كنطالبوا من وزير الداخليه، والله كنطالبوا من هذا المنبر وكنشكروه، يدير يخرج لجنه لهاد السيد هذا اللي هو رئيس الجامعه ديال منيع، ونائبه نائب ديال الارض السلاليه. دوار كريع. دوار كريع جموحه. حنا كندوا على حقنا، حنا ما كندوا على حتى واحد اخر. حنا اللي عنده شي حاجه راه كيتسال خصو ياخذها. واليوم كنطالبوا من عامل صاحب جلاله الملك، راني دفعت ليه شكايه باش يخرج لجنه مختصه، راني قلتها ليه في الشكايه. واليوم كنناشدوا حتى السي الحموشي ووزير الداخليه والوزير ديال الشؤون القرويه يخرجوا باش يشوفوا لينا هذا الغوت وهذا الصداع هذا. هاد السيد هذا راه شد النوب الاقله، حنا عام كنحرطوا عام كنكريوا، ما دينا حتى حاجه، وشويه ثاني زادوا عام الاقل ملي نجح عدا لي بقره هاديه، وهذا العام ثاني عطاها لي حرتها، وعام اخر غيدي لك، وهذه راه باينه، راه باينه. قال لك كيقولوا لي راه كلشي باين وواضح من هذا المنبر. كنشكرك السي شعيب الهاشمي، كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناه تشوف تي في، من دوار كريع جموحه ولاد فارس جماعه ولا قياده ولاد فارس جماعه منيع. كانت هذه صرخه ديال هذا الاخ فاعل جمعاوي، يعني على هذه الاراضي اللي تم الاخذ ديالها من طرف هذا رئيس الجماعه ونائب ديال الاراضي السلاليه. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر.